وعود ترنيمي وعود للرب المعبود برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود ترنيمي وعود لإلهي الجود بطلب ملك المسيح على حياتي سود من فيض القلب عرفان وحب ترنيمي جديدة برنم للرب وغني لسيدي لحني وأناشيدي ورنم لإلهي ما دمت موجود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمي وعود، وزي ما تعودنا في البرنامج دايما بيكون معنا ترنيمة جديدة نسمعها في بعض الأحيان لأول مرة كمان بتكون تذاع. الغرض إنه نبني بعض في الترنيم ونتعلم ترنيمة جديدة، وفي نفس الوقت بشكر الأشخاص اللي بتواصلوا معي على صفحات الفيسبوك، صفحة ترنيمة وعود على فيسبوك، وبتجيني أسئلة إنه ممكن تلعب الترنيمة الفلانية والترنيمة الفلانية. سؤال انسأل كتير من أكتر من شخص، ترنيمة المؤمن الأمين يفرح فرح ثمين، ترنيمة جميلة تعودنا عليها، ترنيمة كنسية قديمة، لحن قديم، يقال في بعض الأحيان إنه حتى لحن بيزنطي كتب عليه عدة كلمات لما وصلنا للكلمات اللي ثبتت مع الناس في العبادة في فترتنا إحنا اللي عايشين فيها المؤمن الأمين. وأنا مع إنه الكلمات تتجدد واللحن يتجدد دايما، لكن بشكر رب من أجل المواهب اللي بعطيها لكتاب وملحنين شعبه اللي منتعلم منهم ومننبني فيهم ومعهم. فترنيمة المؤمن الأمين ترنيمة محبوبة على قلوب كتير ناس، فعشان هيك رح نعزفها في هالبرنامج ونحاول نبسط جمالها ونتعلمها مع بعض. المؤمن الأمين يفرح فرح ثمين، المؤمن الأمين يفرح فرح ثمين، والخاطي ضل حزين لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي الخاطي ضل حزين لما يجي. يا خاطي توب وارجع والصوت يسوع اسمع، يا خاطي توب وارجع والصوت يسوع اسمع، تندم ولا ينفع لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي تندم ولا ينفع لما يجي. ينفعك المال كلا ولا الجمال، لا ينفعك المال كلا ولا الجمال، تتغير الأحوال لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لا
لما يسوع يجي تتغير الأحوال، لما يجي يسوع قال أنا جاي والمؤمن أخده معاي. يسوع قال أنا جاي والمؤمن أخده معاي. تعمل يا خاطي إزاي لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي. تعمل يا خاطي إزاي لما يجي. يسوع على الأبواب افرحوا يا أحباب. يسوع على الأبواب افرحوا يا أحباب. سنخطف عالسحاب لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي. يسوع على الميناء واقف مستنينا. يسوع على الميناء واقف مستنينا. نملك كراسينا لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي. نملك كراسينا لما يجي. شاء هنا وهناك إن عشت في خطاياك، شاء هنا وهناك إن عشت في خطاياك. نصيبك الهلاك لما يسوع يجي، لما يسوع، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي. نصيبك الهلاك لما يجي. عشا الخروف نجلس صفوف صفوف، ساعد عشا الخروف نجلس صفوف صفوف. بكرة العيون بتشوف لما يسوع، لما يسوع يجي، لما يسوع، لما يسوع يجي. مبارك اسمه. لما يسوع يجي بكرة العيون بتشوف لما يجي. ترنيمة وعود. ترنيمة المؤمن الأمين مكتوبة على مقام النهاوند. أنا اخترت نهاوند أو ماينر على درجة الري أو الدي. والسؤال اللي بنسأله دائماً إنه أنت كيف بتشكل بالجمل اللحنية؟ شو المسموح وشو اللي مش مسموح، وكيف
كيف بتوصل لجملة حلوة لحنية أو لجملة يمكن كان ممكن تكون أحلى. الموضوع إنك أول خطوة إنك تعرف اللحن الأساسي، فبعزف اللحن الأساسي وأتعلم اللحن الأساسي علشان لما أغير في اللحن أو أشكل في اللحن أو أزيد عليه ما أكون بغير مفاهيم ومعالم اللحن. المستمع اللي بيسمع اللحن وتعود يسبح ويصلي فيه بيعرف أنت بتقول المؤمن الأمين، لكن أنت قلت جملة لحنية حلوة هون، دخلت نوتة معترضة بس لكن ماشي مع المقام. هذا بصير مع الخبرة والتجريب، لكن بنصحك دائما أنك تجرب وتكون جريء في تجربتك. جرب كتير، رح تغلط كتير، لكن في نفس الوقت الرب يعطيك جمل حلوة برضو كمان، وبتغير من معالم اللحن، خاصة لما يكون اللحن تكراري. فنتعلم اللحن بالأول ببساطة، لحن بسيط، عشان تقدر تشكل في الجمل. فبحاول إني أغير في الجمل اللي بلعبها على العود من باب التشكيل. إلى آخره، الاحتمالات والpossibilities كتير كتير في التشكيل. فأنا بشجعك وبشجعك إنك تجرب تشكل في ترانيمك وتجدد في ترانيمك حتى تقدر ترنم للرب ترنيمة جديدة مجددة لحنيا وكلامها متجدد فيك وأنت بتقوله. كم مرة قلت المؤمن الأمين يفرح فرح ثمين والخاطي ضل حزين لما يسوع يجي. الفرح الثمين كل يوم ربنا بيعلمك درجة أكتر من هذا الفرح الثمين، إنك بتعرفه أكتر، بتعيشه أكتر، بتحاول ترضي أكتر في تصرفاتك تلقائيا، مش بفروض أعمالك لكن بمحبتك اللي بيسكبها في قلبك وبتسكبها أنت لإخوانك من خلال الرب له كل المجد. بصلي يكون معكم دايما ودوم فيكم سلام هذا الإله العظيم يملاكم وتعيشوا حياة فرح وانتظار للرب. الرب قريب. أشوفكم بالحلقة الجاي. ترنيمة وعود.